دراسة بريطانية حديثة قد تغضب النساء. الدراسة أظهرت أن المرأة لا تستطيع أن تحتفظ كثيرا بالسر، إذ غالبا ما تخبر شخصا واحدا على الأقل بعد 47 ساعة كحد أقصى. السر في قلب المرأة كالسم، إذا لم تنفثه قتلها. هذه المقولة تؤكدها دراسة بريطانية خلصت إلى أن النساء لا يستطعن الاحتفاظ بسر لفترة طويلة. الدراسة أعدتها شركة بريطانية وشملت 3000 امرأة تتفاوت أعمارهن بين 18 عاما و65 عاما. وأظهرت الدراسة أن معدل الفترة الزمنية التي لا تفشي خلالها المرأة السر تبلغ في حد أقصى 47 ساعة فقط، أي أقل من يومين. بعد ذلك لا تقوى على تحمل السر أو الصبر أكثر، فتقوم بإفشائه إلى أقرب شخص إليها. وبحسب الدراسة أيضا، فهن غالبا ما يبحن بالسر إلى شخص غير معني بالموضوع أو ينتمي إلى دائرة اجتماعية مختلفة. المدهش أن ما يقارب ثلثي النساء يشعرن بالذنب بعد البوح، ومع ذلك فإن 4 من 10 نساء اعترفن بأنهن غير قادرات على الاحتفاظ بسر مهما كان شخصيا. وعلى رغم أن 9 من 10 فتيات يعتبرن أنفسهن جديرات بالثقة، إلا أنهن يبحن دائما بالسر. وأظهرت الدراسة أيضا أن المرأة تسمع ما معدله 3 أخبار ثرثرة في الأسبوع، وتنقلها إلى شخص واحد على الأقل. وربما يكون للطوق إلى التحدث علاقة بالأمر، فدراسة علمية أخرى تشير إلى أن متوسط عدد الكلمات التي تنطق بها النساء في يوم واحد يبلغ نحو 20,000 كلمة، بينما لا يتجاوز العدد لدى الرجال 7,000 كلمة. فمن أين ستجد هذا الكم إذا لم تبح بكل ما لديها؟ وعلى رغم أن الدراسة تشير إلى أن بعض النساء قادرات على الاحتفاظ بالسر، إلا أن الغالبية تفشل حتى لو حاولت. فعلى الرجال إعادة التفكير قبل اتخاذ قرار البوح لأي امرأة بسر مهما كانت أتم منه. رولا الخطيب، العربية.